ألف مبروك للجهاز وللاعبين. إحنا قلنا المباراة صعبة من الأول خالص، وأنا قلت لك قبل المباراة إن دائما ماتشات الحرس والأهلي بتبقى ماتشات صعبة، لأن الحرس الحدود بيلعب ملعبه، ملعب زي ما قلنا مساحته مش كبيرة، ضيق، وفي نفس الوقت كمان اللعيبة بتستحضر الروح العالية قدام النادي الأهلي. كمان قلنا بين الشوطين إن النادي الأهلي يعني هيحرز أهداف، خصوصا في الشوط الثاني الدقائق الأخيرة، وقلنا حتى الإحصائية اللي موجودة طبعا فريق الإعداد بحييه، لأنه بصراحة يعني بيمدنا بكل الإحصائيات والأرقام. النادي الأهلي أحرز 42 هدف في آخر ربع ساعة، دلوقتي بقوا 44 هدف. بالظبط. فكنا احنا حتى واحنا بنتفرج قلنا ان يعني وارد جدا مع قله تركيز حرس الحدود، مع التنظيم الدفاعي، مع الوقفات، وفعلا الكره استغل وليد سليمان هفوه دفاعيه وقدر يعمل دبل باص مع جونيور اجاييه ووصله جونيور للمرمى، وبصراحه تسديده قويه جدا بشمال. انا عجبني جدا النهاردة التغييرات أتت بثمارها زي ما بنقول، يعني بتتكلم في وليد سليمان جاب هدف، اتعمل له من جونيور أجاييه تغييرة، أفشة جونيور عمل له أسيست. مؤتمر ولا ايه؟ حظك أو أنا كل مرة وأنا بتكلم تبدأ ما تبدأش المؤتمر لسه. أكمل؟ كمل لسه. فالنهاردة الهدف الأولاني اسيست من جونيور ووليد، الهدف الثاني اسيست من جونيور وقفشه، الثلاث تغييرات اللي عملهم مستر فايلر قدروا يجيبوا له المباراه في الدقيقه 85. لكن بشكل عام بقى، خلينا نتكلم بشكل عام، لا المفروض الاهلي كان يظهر بمظهر احسن من كده، المفروض الفوز كان يجي بدري عن كده.